عزيزتي المتتبعات، صباح الخير عليكم. اليوم شاف روزي طبخوا الحلويات، بديت لكم بروتين الصباح، يعني قال الاخوات راه عندهم الامتحان تاع ابنائهم، تعرفين صباح كل شيء مربش، باسكو علاه باتوا معاهم، باتوا نحفظوا فيهم، نحلوا لهم تمارين باش يعني ينجحوا، يعني لازم نبذلوا حنا الامهات مجهود باش ينجحوا وليداتنا. كما كتشوفي هنايا انا معيني هذو تاع العشاء كما كتشوفي فيهم، هذو مغسولين هنا الصباح، نوت درت القهوه تقريبا، كاين اللي يشرب قهوه بالحليب، كاين اللي يشرب قهوه كحله، المهم تصبح الكوزينه شويه مع ديك القهوه كما كتشوفي هنايا، يعني ليسونسيال تكوني غاسه معين العشاء، هذه هي الاساس غير في معين العشاء، هما اللي يشدوا شويه. كما كتشوفي هنايا انا تقهويت الطفل الصغير، تقهوى وراح باسو عندها اختبار كما كتشوفي هنايا. هنا هذا فيتامين سي راني دايراته هنايا مع الدواء تاعي، مازال راني نشرب فيه فيتامين سي، هذا سي هذا مليح، يعني من الاحسن الاخوات يشروه باسكو علاه يعني يعطي قوه لواحد يعني السيده معها وينه. كما كتشوفي ما فيه الزنك، ها هو هنا دايرين فيه الزنك، قالك مليح، انا عطاه لي الطبيب قال لي هذا مقوي، يعني نعرفوا بلي يعني الريح وكل شيء هذو الصوالح يجيبوا بالفشل. ها هي وينه البري تاعها، يدير 35000، ها وينه كما كتشوفي 35 في يدير، ها راني يعني نشوف فيها نصبحوا ها 35000، يعني مليح مفيد، يعني الاخت الشوربه كيما كديري في كاس ساعمه تقدري تشري كاع بلا وصفه طبيه، قال لي مليح كما كتشوفي هنايا. انا كنا نديباراسي انا كاع الكوزينه نقيها ونتلاقى معكم، يعني نديرو ندير لكم فطور، ندير لكم وصفات يعني اقتصاديه وبنينه كي نقولوا حنايا، يعني الفطور العشاء القهوه، نزيد ثاني يعني نقسم للاخوات، يعني الاخوات اللي حوسوا على التقسيم ثاني راهم يقولوا لي نقسم ليهم، باسكو بزاف الاخوات اللي قسمت ليهم صابوا رواحهم، قالت لك يعني رانا نحمد ربي بالتقسيم تاعك، رانا يعني بما يرضي الله، قالت لك ما رانا نكردو، ما رانا دايرين ديون ما والو، يعني نقسم على الاخوات، يعني نبذل المجهود وانتم ثاني بذلوا مجهود معايا. انا اش ديروا مشاهده وديروا لي جيم وكومونتير شباب كيما نتوما، هذا اللي نحوس عليه. ثاني كاين ثاني كاين وصفات ثانيه صحيه للاطفال سخطو في الموسم تاع الدراسي، يعني الاختلاط تاع الاطفال تعرفوا بلي يجيب يعني شي صوالح. كاين ثاني عندي وصفه مليحه بلا ما تروحي للطبيب، بلا ما تشري الدواء غير كاشي هذاك، راه يدير 75000، من الاحسن وصفه طبيعيه تريحي انتيا وتريحي وليداتك كاع. كي نقولوا حنايا نقدم لكم يعني كل حاجه يعني تحوسوا عليها بما يرضي الله، المهم انتم تبعوا. هاموينه كيما هذا المخايد، هاموينه هذا المخايد اللي شريتهم كيما كتشوفي فيهم كيما هكا، شريت زوج ب 100000 الوحده، هذا النوعيه هذو قالك ملاه، بصح ما مانيش عارفه، يعني انا جربتها صحيح وجعتني في رقبتي، يعني الا كان يناسيس يديروها لها ولا خبروني. ها كيما هذا النوعيه راهم يتباعوا 100000، راهم يقولوا باللي كي نقولوا حنا يعني صحيين، الناس اللي عندها لارني بصح ما نعرف. كما كتشوفي هنايا شريت ثاني كوفر ماطلا، دوك نوريه لكم هذا النوعيه الكوفر ماطلا هذو، يعني ملي صحيح مجربته ملاح، يعني للتسرب وكل شيء والله لا غير ملاح، تتهني الماطلا تاعك تقعد جديده كيما هي. هنا دوك نوري لكم راني نبدل في الدرا، شوفي ايوا هنا نبدل الدرا هنايا، بصوا عليه كل مره كل اسبوع الناس تبدل الدرا، ما تخليش غير على حالته. ها هوينه هذا الكوفر ماطله كما كتشوفي فيه، ها هوينه انا نوري لكم فيه لاستيك كل شيء، يعني مليح، انا صحيح جربتها مليح. ها هوينه هذه النوعيه، ها شوفي جو دايرين، ها شوفي يعني فيهم شحال من فوق جو مقطنين، ومن التحت يعني شغل بلاستيك ولا مش عارفه كيفاه. ها هوينه هذه انا الماطله بدلتها، باسكو الماطله الاولى كان فيها رسوب ولا تهبط، صافي دير كي تجي عند من عند الباصر تهبط، يعني اللي عنده لارني يعاني منها. هاي وينك كيما كتشوفي هاد الكوفر ماطله هادو، ها شوفي من فوق من تحت مش عارفه قلت لك شغل بلاستيك ولا، ومن فوقها هما مقطنين، ميم دايرين ليهم لاستيك هنا باش يشدوا في الماطله.
هاوينا هذا شتها 160، 160 تاع دو بلاص. هذا كما كتشوفي فيه كيما هكا، يعني سورتو لي كي نقولو حنا الماطلة، يعني ما تحسيش كاع كيفاه تسربات ولا، يعني يعني تحرزها كي نقولو حنايا. هاوينا هادو يعني الاخوات، انا ننصحكم كي تبوز كون كون عاد كاين تاع بلاصة وكاين تاع زوج بلايص. هاوينا ملاح مام للسيدات اللي يكون عندهم اطفال ودايرين لهم ماطلة، دايره سرير ودايره ماطلة، من الاحسن تشري كيما هكا، ما يصرالها والو، الماطلة تكون جديدة. هاوينا كيما كتشوفي بدلت، درت الدرا هذا باسكو كيما قلت لكم لازم كل اسبوع تبدلي، بغا شتا ولا صيف، مع الانسان كيكون مريض يعرق وكل شيء، هذه احسن طريقه، يعني منها تغسلي كل اسبوع، منها راكي تقفضي دارك. هنايا بغيت نشارك معاكم فطوري، كنت دايره الحمص بالشوفلير، يعني الطبقه التقليديه كاع الناس اللي يديروا خصوصا في الغرب، هذه هي الطريقه اللي يخدموا بها. درت ربع مغارف تاع زيت، درت طرف تاع الدجاج كما كتشوفي، درت حبه بصل صغيره اشيتها وقعدت نقلي. انا دائما بين نقلي في الوجبات تاعي، دائما نقلي كما كتشوفوا فيا كيما هكا، باش هذيك التقليه هي اللي تزيدنا البنه في الطياب نتاعنا. كيما كتشوفي زدت الحمص كونجلي، يعني الحمص هذا مانيش مطيباته، اللي مشمخاته. درت لي زيبيس، يعني زي لي زيبيس من اختياري، ما نقدرش نقول لكم يعني كل وحده وكيفاش دير لي زيبيس في دارها. كما كتشوفي هنايا وقعدت نقلي، دائما تقلي على نار متوسطه. كما كتشوفي زدت مغرف تاع طوماطيس كونسونطري، هذيك اللي دائما العلبه نقسمها هنايا نديرها في المجمد، من بعد مرقت، ما نقويش الماء باسكو علاه المرقه تاع الطاجين تاع الحمص بالشوفلير يجي شويه ثقيل. خليته بلعت الكيكوطه وخليته يطيب، جبت هنايا باش نفور الشوفلير. انا الشوفلير نفوره هنا، كان عندي في المشتريات كاع من شريته ومن مرضت ما استعملتهش. كما كتشوفي هنايا ما استعملش انا الراس كاع على سبع افراد العائله برك. كما كتشوفي درته يفور مع، حطيت فوقها شويه تاع خبز وملحته شويه كمون وخليته يفور. هنا درت خبزه تاع الزرع للراجل، يعني للمول الدار يحوس على خبزه الزرع، راني خلي خدمتها هنايا اللي بات، راني دايرتها في القناه. وها وين الفطور تاعي واجد، جي مرقه خاثره بنينه، ما عندي ما نقول. والشوفلير انا كي نفوره نغلي نقليه، نديره غير في البيض والملح وشويه تاع فلفل، نقليه ونقدمه مع الطاجين تاعي كما شفتوا. هنايا العشيه درت لكم كيكه، هنا درت حبه تاع بيض، كاس تاع سكر ما يكونش معمر، يعني ناقص هندوه، قرصه تاع الملح، جبت هنا نص كاس تاع الزيت. يعني هذه كيكه اسهل ما يكون، وجهيها لوليداتك في موسم تاع الاختبارات. هنا درت نص كاس حليب، كنت دايره فيه مغرف تاع خل، دفيته ودرت فيه مغرف تاع خل، خليته بجهه. هنا درت الباطاغوم هنا تاع الشيكولا كما كتشوفي هنايا، زدت درت زوج كيسان تاع فارينا كما كتشوفي هنا، الكاس العادي تاع ليموناد هذاك. درت عطر الشيكولا باسكو راح نديرها بالكناش تاع الشيكولا، دوك نوريكم يعني كناش بلا ما تستعملي الشيكولا. استعملت زوج مغارف تاع نشا، واستعملت مغرف تاع كاكاو كما كتشوفي هنايا. شري دائما الكاكاو من النوعيه الجيده باش يعطي لي الكو تاع الشيكولا في الكيك تاعك. درت قلت لكم زوج مغارف تاع كما كتشوفي تاع مايزينا، يعني نشا، وزدت وحده ونص على ريفير، لازم ديري وحده ونص في هذا المقدار باش الكيكه نتاعك تجي طالعه وتجي خفيفه. كيما كتشوفي خلطت بالباتير، تقدري تستعملي غير الفوي. كيما كتشوفي هنا كي بدات لاباط تاعي شويه تثقال، زدت لها نص كاس تاع ما يكون يغلي، الماء يكون يغلي ماشي الماء بارد ولا دافي. كيما كتشوفي هنا باش الكيكه نتاعنا تجي شغل مشربه وجايه خفيفه، ما تجيش ثقيله، تجي خفيفه ومشربه. كيما كتشوفي نص كاس تاع ما غليته، ها هي القوام تاع لاباط كيما كتشوفي هنايا. وجبت المول تاعي تاع المسكوتشو كيما كتشوفي فيه، دهنته بالزبده ودرت له شويه تاع فرينه باش ما يلصقليش، باسكو هذا النبلونه كانوا يلصقوا، ومن بعد بديت نخدم به عادي. خليتها طيب ووجدت العشاء تاعي ها هو كيما كتشوفي. هذا من اللحم تاع الراس تاع البقري، الراس تاع البقري، شتي البوزلوف تاع البقري، هذا هو اللحم تاعه. خدمته طاجين محمر، يعني اللي تبغي الوصفه نعطيها الوصفه، طاجين محمر، درت معاه شويه تاع فريت، وشريت تاع حبه تاع موز يعني تاع بانان. راكم تعرفوا الناس كي تكون يعني اول النهار الاول تاع لاباي يقلشوا شويه الناس رواحهم، ومن بعد يدخلوا في الروتين العادي، يعني تاع الاكلات يعني العاديه. كيما كتشوفي اللي تبغي الوصفه تاع اللحم تاع البوزلوف تاع البقري
محمر نعطيها لاختي الوصفه. هنا الكيكه نتاعي من بعد اللي طابت وبردت كما كتشوفي فيها كيما هكا خليتها بردت، شوفي تجي اسفنجيه ما عندي ما نقول فيها، يعني واش ديها لوليداتك يعني في اقل من ربع ساعه. هنا الكاناج درت 4 مغارف تاع سكر كما كتشوفي وثلاث مغارف تاع كاكاو، 4 مغارف تاع سكر في ثلاث مغارف تاع كاكاو، درت كاس تاع الماء ودرت مغرف تاع مايزينا، يعني كاناج قسما بالله. وتشوفي تقولي شيكولا ماشي كاناج عادي في الدار، باسكو الشيكولا راهي غاليه، دادار ديجا دير 32000. ها هو هنا كي يثقل لي شويه كما كتشوفي كما هكا زدت عليه مغرف تاع زيت باش يعطي هذاك اللمعان اللي في الكيك، نخلوه شويه يهفت يعني يدخل فيه البرود شويه باش نديرو فوق الكيكه نتاعي. خليتها بردت كما كتشوفوا كيما هكا تجي طالعه، ها شوفي كي تجي دايره. هاي وينه نديرها انا فوق الشباك، وهذاك الكلاصاج اللي درتيه الكاناج هذاك اللي درته هو نسقي به هكا، يجي روعه روعه، احسن ما تحطي الشيكولا، تقدري تزيدي فيها الكو يعني العطر اللي يعجبك تاع البندق ولا تاع الشيكولا ولا اللي يعجبك ديريه، احسن ما تروحي تشري الشيكولا راهي غاليه. خدمي لوليداتك كيما هكا كيما يجمعوا الامتحانات هاك كيما كتشوفي، يعني روعه ما عندي ما نقول فيها، يعني سهله اقتصاديه يعني كل شيء عندك في الدار، يعني ما هاي وينه ما كاش فيها كاع تكاليف كيما كتشوفوا فيها كيما هكا. انا نجيب لكم غير الحوايج اقتصاديه والحوايج اللي تفرحوا بها وليداتكم. ها شوفي عندك ما تقولي فيها، راه باقي لي مازال شويه نخليه، وتزيين اختياري كيما كتشوفوا هنايا هاكا. شوفي فيرميسال تاع الشيكولا هذه انا كانت عندي اياها حصراه كاع من العيد الصغير كانت باقيت لي. ها هي وينه زينت بها، شوفي الكناج هذا يجمد بالخف، ها شوفي بالخف يجمد، وداك اقتصادي مليح ما عندي ما نقول فيه، وداك لوكو تقدر تزيدي فيه اي كو عندك. ودوك نجاوب الاخت سيرين، قالت لك الاخت سيرين دوك نجاوبكم ونقسم ثاني الاخت الاخرى. قالت لك الاخت ماشي سي واه، قالت لك الاخت ام عبد الباسط عندها 32 سنه، دوك نوريكم هنايا راكم تتمتعوا بالكيكه هذه. وهنا راني جاوب في الاخوات. قالت لك الام عبد الباسط قالت لك عندها 32 سنه، ام لي ثلاث اطفال، قالت لك عندها لارني تاع الرقبه وعندها في كبيها، قالت لك كي نكونوا حنايا تحوست تزيد تولد يعني وراهي خايفه. انا ننصحك يا الاخت كاع الناس اللي عندها لارني يجتنبوا الولاده، باسكو الولاده شوفي تعب الولاده ثقل الولاده، تدي من المراه النص تدي كل شيء، انت عالجي قبل يعني عن تجربه ماشي كلمه قال، عن تجربه الوحده تعالج قبل روحها، حوسي على صحتك هي الاولى، باسكو راه ما شاء الله عندك ثلاثة يعني مع الوقت تعذروك ثلاثة، يعني أنا كنت بان لي ثلاثة يكفي، ثلاثة عالجي قبل لارني، باسكو لارني تاع الركبة صعب، لارني تاع ركابي ما تقدريش تتوب فيه بزاف، ما تقدريش للثقل ما تقدريش، من الأحسن يا الأخت أم عبد الباسط روحي عالجي روحك قبل، منين تريحي مليح مليح 32 سنة مازلتي صغيرة، قادرة تولدي يعني مازالك مازالك بالك 20 عام ولا 18 عام وتزيد تولدي. من الاحسن الاخت كي دير عالجي نفسك اولا، لارني صعبه، لارني ما تبغيش الثقل ما تبغيش القوه بزاف ما تبغيش القعاد بزاف، ما تبغيش يعني لازم لك دائما الراحه شويه. بوغ سا انا تبان لي يا ام عبد الباسط يعني ارضي بثلاثه وعالجي صحتك هي الاولى، تروحي وين تروحي صحتك هي الاولى يعني. ونتمنى كاع الاخوات يشاطروني يعني الراي ويجاوبوها ثاني في لي كومونتير، باسكو الصحه كي تروح ما تعوضها اي حاجه، سورتو الام على بالك الولاده ديجا كي والده يعني فيها تعب فيها رفود فيها وفيها وفيها، من الاحسن عالجي قبل نفسك ومن بعد خمي في الولاده يا ربي مع العشر سنين جايه، يعني ما عندك ما تقولي راكي ما شاء الله عندك ثلاثه حافظي عليهم وحافظي على صحتك هي الاساسيه. ونتمنى كاع الاخوات يزيدوا شاطروني هذا الراي. كاين الاخت سوزان سيفين ومسمية روحك هكا سوزان سيفين، قالت لك انا اللي نوفر ونلم الدراهم وكل شيء، بصح قالت لك انا نروح نشريها لبناتي، دائما نشري لبناتي يعني اللبسه، وانا قالت لك ناسيه روحي، قالت لك يعني مش شاقيه باش نشري كي نقولوا حنايا حجاب يعني نخرج به ونتمتع به. انا تبان لي شوف هي الاخت
ماشي كي حنا توفري تروحي تسمحي في روحك، ما تسمحي في بناتك، ما تسمحي في روحك. لو مامون اللي تشري لبناتك راكي تشري، ولو مامون اللي تشري روحك شري روحك. يعني كي نقولوا حنايا يعني نعيا بنتي بنتي بصح نفسي خير. يعني كي تشري لبناتك لو مامون اللي ثاني كيكون عندهم ما كان لا تضلي تزيدي وتزيدي، روحي لنفسك ثاني شوفيها. دونك انت عندك ما عندكش حجاب حتى شباب باش تخرجي به، يعني وعندك عرضه ولا عندك خرجه ولا غير تخرجي انت وبناتك وما تكونيش لابسه مليح، على بالك بلي الدنيا غير مظاهر. والله العظيم سيختو حنا في الجزائر الدنيا غير مظاهر، كاين اللي ما عندهمش حتى باش ياكلوا وتلاقيهم لابسين الكسوه مليحه تقولي انت ولاد سلاطين. يعني السيده ثاني تراعي لعمرها، يعني بناتك صح بناتك شري لهم لي مومو اللي تشري لهم، بصح واش هي خميتني في نفسك. يعني انا نصيحه للاخت هذه سوزان هذه، يعني مليحه مرا كي يعني تراعي لبناتك وراحي، مي ثاني راعي روحك من الاحسن. زيدي باش نقسم للاخت واحدة شي الوقت ثاني قالت لك على ايزي سبري راه ما يشدلهاش، دارت كل الطرق وما شدلهاش، تبعي الطريقه اللي يمشي بها انايا. ديري دائما قرعه تاع الايزيس، عمريها من شهر للشهر، لازم ديري في راسك باللي تكمل لك الشهر. ماشي كل وقت تغسل المواعين، المواعين عندهم اوقات معينه يغسلهم فيهم. تقدري ديري تاع الصباح ديرهم على 12 وتاع القهوه تاع العشيه ديرهم في الليل. يعني عندك هذو زوج اوقات، يعني منها تحافظي على صحتك منها توفري. يعني ايزي سبريل ديري له زوج اوقات وغسلي به غير المواعين. هذاك البيدو خصيصا للاواني ما تخدمي به والو، خاصك تغسلي كاش حاجه خفيفه ولا روحي شي باكيه اومو تاع 2000 ولا غسلي بها وهني راسك. مي ايزي سبريل لازم ديري له هذه الطريقه كيما نقول لك الاخت. زيدي كان اخت ثاني واحده اخرى، زيدي ثاني ثاني نقول لك نقسموا لهذه ومن بعد نشوفوا الاخرى اللي سقساتني. يا ربي راكم نقول لكم الاخت واحده اخرى راني قسمت ليها، يعني تقسيم الاخت هذه سموها مسميه روحها بها زاي بها زاي ولا بها زاي ليسونسيال، مسميه روحها بها زاي ولا بي ليسونسيال، هذا اسم تركي ولا ما فهمتش انايا علاش تسموا روحكم ازمه اجنبيه. قالت لك عندها 3 ملايين، هي ام التوام مسميه روحها ام التوام. قالت لي عندي 3 ملايين في عندهم 3 ملايين في لابي، يعني 3 ملايين هما. قالت لك هي والزوج وعندها زوج توام وعندها بنت واحده اخرى. قالت لي ديري لي التقسيم وعندها ليكوش ليكوش دير لهذوك زوج توام نظن على سما. قالت شوفي ديري المليون و150 الف، مليون و150 الف يا ام توام، هذه مليون و150 الف، هذه دي منها ديري 750 مواد غذائيه. قلعي من لابي مليون و150 الف باسكو عندك لي كوشتيه، مليون و150 الف ديري 750 مواد غذائيه، ديري 100 بيت الخزين كل شهر، ديري بيت الخزين شري غير الضروريات في المواد الغذائيه، ثاني شري غير الضروريات يعني اللي يمشي بهم الدار. 100 بيت الخزين ضروريات، 100 كرتونه رمضان الضروريات اللي تدو دراهم في رمضان، ها هما تتقام لك 900 تقام لك 950. ديري 200 الف كماليات، راه عندك دراري صغار لازم تشري الياغورت وتشري الفرماج وتشري الكاطو، فهمتيني؟ ما تحيش تشري الكاطو هذاك اللي تاع مانيش عارفه اللي مانيش عارفه كي دايرين انواع الكاطو، كيما تشري شري بيمو، بيمو يعني كاع الاجيال كبرت بيه، شري بيمو لبناتك يعني لولادك احسن شريهم مع صغار وكلشي، بيمو يعني كاع الاجيال كبرت بيه. قلت لك 200 الف فيها كماليات، فيها الياغورت فيها الفرماج فيها الكاطو تاع بيمو من الاحسن شري. روحي للزواج ديري مليون، مليون ديري 600 الف تاع خضره في الشهر، عندك كل اسبوع صرفي 150 الف، جيبي الخضره وصرف داك اللي يبقى لك، هذيك تبقى لك ديك 50 الف ولا جيبيها مثلا حاجه تاع ديسير، شري 25 الف 25 الف شري يا تمر وتشينا، يا شري تمر وتشينا من الاحسن، عاودي ولادك الصغار هادو ياكلوا التمر وياكلوا التشينا باسكو في زوج ملاح في يعني في الشتاء. كل اسبوع ديري 150 الف، ديري 100 الف تاع الدجاج هذا نهار الاول تاع لابي، ديري 100 الف تاع الدجاج، ديري 200 الف تاع خبز لو مومون اللي تعجني راكي تعجني، لو مومون اللي ما تعجنيش راكي تشري من ديك 200. ديري 100 الف تاع حليب يعني ماكمش بزاف، ديري 100 الف تاع حليب يعني كي الناس تشري شكاره 100 الف يفوت لك الشهر ويزيد يبقى لك، ولا تشري كونديا ولا دبري راسك ليسونسيال تديري 100 الف. ديريها تاع الحليب تاع القهوه،
تبقى لك شيء، يبقى لك ضروك تبقى لك 850,000، يعني مثل 8 ملايين تبقى لك 850,000. ديري 200,000 تاع لي كوش، يعني عرفوا كي تحافظوا في لي كوش، سورتو راه البرد ضروك، يعني الدراري ما يشربوش الماء بزاف وكل شيء، يعني نقصي شويه في لي كوش تحافظي. ديري 200,000 تاع لي كوش تبقى لك 650,000. هذه 650,000 يا ام توام انت تعرفي، لي مومو اللي تخلصي فاكتير منها تخلصي، لي مومو اللي ما تخلصيش شهرين اللي ما تخلصيش راكي توفري داك 650. عرفوا كي تمشوا بها، عرفوا كي تسفروها، عرفوا يتوفروها، عرفوا يعني الدراهم راهي صاعده ولازم الناس تعرف كي تمشي بها. يعني هذه الاخت ام توام، يعني كيما مراني نجاوب في اختي، امشي بهذه الطريقه. هاي وينه تقدري ديري كابتور، هاي وينه، وامشي كيما كتقولي. يعني هذا من الاسم اللي كمسمياته هذه في البروفيل تاعك، دايره بهايزاي ولا مش عارفه، المهم انت ام توام. هاي وينه، هاني جاوبت اختي، يعني عندك زوج توام وعندك بنت وعندك لي كوش. ها وينه مشيتك كيما هكا، هاي وينه لو مومو، يعني يعيش ولادك مليح وما يخصك حتى حاجه. ليسونسي 650، عندك شهرين ما تخلصيش الفاتوره وشهرين وشهر تخلصي، يعني دائما يكون عندك توفير على الاقل. كون يكون عندك غير مليون في الدار احسن من ما كانش، يعني مليون على مليون على مليون، ولا 600 على 600، يعني كي توفرها تقضي صالحه كيما هكا دير الاخت. يعني وهذه الكيكه نهديها يعني كاع للاخوات يديروها لوليداتهم. كي نقولوا حنايا مادام راه للموسم تاع الاختبارات، ديريها سهله مالا غير بحبه تاع بيض، كلشي عندك في الدار، ما تشريش كولا ما والو، كلشي عندك في الدار، ديريها في دارك لوليداتك. الكلاصاج هذا اللي درته انايا تقدري تزيدي فيه مثلا اي عطر عندك، يعني باتاغوم اي عندك تاع شيكولا تاع كراميل تاع اي ذوق عندك تقدري ديريه. انا السكر جاني معتدل هذاك هو، وانتيا يعني اي ذوق تقدري تبغي تزيدي فيه هذاك الكلاصاج شوفي، احسن كوني تشوفيها من بعيد هكا تقولي بلي شيكولا، ماشي يعني كلاصاج مخدوم في الدار. يعني شوفي بطريقه سهله اقتصاديه، جوليداتك تحضريها لو مومون تاع الفطور، حضريها وروحي ريحي بين ما يجي ولادك يلقاها واجده يتقهوا بها. كيما كي تشوفي كاين ثاني وحدك شل، يعني وحدك شل الوصفه نعطيها للاخوات. لي مومو هذا تاع لو مومو تاع المدارس هذا، يكونوا يعني الاطفال يحتكوا بعضهم وكل شيء، يكونوا الحشرات، قلت لك الحشرات يكونوا كي نقولوا حنا الديدان، كاين الاطفال اللي يعانوا من الديدان، جيبي غير الجلوف تاع الرمان، يعني كاينين جلوف الرمان دروك، يبسيهم ودائما رفدي غير شويه، غلي شويه تاع شليهم قبل، وغلي شويه تاع غلي الماء نص كاس تاع ما غليه، ولا ربع كاس تاع ما يكون صغير ديري له ربع كاس، كي يكون كبير ديري له نص كاس. غلي هذاك الماء مليح، من يولي يغلي مليح فرغي فوق هذاك الجلوف تاع الرمان اللي يكونوا يابسين، خليه يتنقع حوالي نص ساعه ولا 20 دقيقه، ديري فيه السكر شويه تاع السكر، ديري غير شويه تاع السكر باسكو نعرفوا الاطفال ما يشربوش الحاجه المره، ديري غير فتاته تاع السكر، ولا من الاحسن عندك عسل حر ديري حتى مغرف صغيره تاع عسل حر، خلطيه مليح مليح عطيهم يشربوا. في الليل كي يبغوا يرقدوا صدقيني صدقيني ترتاحي من الديدان للاطفال، يعني كاع الاطفال اللي في المدارس يقعدوا بعضهم، هذه احسن طريقه، احسن من تروحي تدي للطبيب. شوفي الفيزيتا 200,000 وتروحي تشري الكاشي، غير الكاشي يدير 75,000، يعني فيها ميزانيه، من الاحسن ديروا ثاني الصحه الطبيعيه لوليداتكم. يعني هذه وصفه نعطيها لوليداتكم، يعني مليحه، انا مجربتها يعني مليون في المية ناجحه. ليسونسييل الصغار، قلت لك الصغار ديري ربع كاس تاع الماء غليه مليح مليح وفرغي على داك الجلوف تاع الرمان، واللي يكون كبير شويه ديري له نص كاس. يا عندك سكر، لا ما عندكش عسل ديري فتاة سكر، ولا عندك العسل ديري مغرف تاع عسل ولا نص مغرف تاع عسل صغيره، خلطي مليح مليح عطيهم يشربوا، خليهم يرقدوا يتهنوا نهائيا. قلت لك من الديدان ما يعاودوش كاع يرجعوا ليهم. يعني هذه الوصفه ديال من ديروها في دياركم، يعني كي تشوفوا ولادكم، تعرفوا ولادكم يكونوا يعني بيهم، امشي بها وهني راسك، لا فيزيتا عند طبيب لا تشري الكاشيات غاليين. هاي وينه، ونتمنى يعني الوصفه تاعي هذه وكل الوصفات اللي راني مقدمتهم ليكم يعني يعجبوكم، ونهدي هذا الكيكه هذه يعني المسكوتش هذه نهديها لكل يعني الاطفال تاعنا، ونتمنى لهم كل النجاح، والى الملتقى باذن الله.